لو اتكلمنا عن احمد مجدي مدافع، اتكلمنا عن المدافعين وكده، فاحمد مجدي الحقيقه برضو يعني بقاله فتره بيشتغل، والراجل واضح ان هو يعني عنده ثقه كبيره في احمد مجدي المدافع او المساك نادي الزمالك. انت رايك في مجدي ايه؟ انا بقول ان هو اكبر مكسب حصل للزمالك في الفتره الاخيره دي هو احمد مجدي. هو دايما يا كابتن لما بتجيب لعيب من الناشئين انا دايما بتوقع التالق دايما لمدافع واحيانا للمهاجمين، اللي هي الواجبات اللي مش مركبه قوي، احيانا واجبات خط النص واللعيب اللي هو في نص الملعب دي منطقه قرارات وخبرات شويه، ده بيبقى تالقه تالي شويه. انما ساعات اللعيبه اللي هو بيبقى نازل الملعب بمهمه واحده، ده احيانا الناشئين بيظهروا فيها بشكل اسرع. يعني دايما اللاعب اللي هو نازل مثلا مهاجم، تحركات المهاجم في الناشئين زي تحركات المهاجم في الفريق الاول، هو مستني كوره داخل منطقه الجزاء يخلصها، مستني يربط مع زمايله، مفيش المساحه الكبيره بتاعت الرؤيه والقرارات اللي هي بتحتاج خبرات في الملعب. عشان كده ممكن منطقه وسط الملعب وعمقه والمناطق اللي هي مراكز 6 و8 دي اللاعب الناشئ اللي تالق فيها بيبقى ناشئ فذ، يعني لازم يكون عنده جامد. انما احيانا مراكز زي المساك زي المهاجم اللعيب بس وانس ان هو تالنت وجسمانيا كويس يتالق بسرعه. واعتقد ان الزمالك من المكاسب اللي ظهرت منذ لقاء الاسماعيلي احمد مجدي، عنده شويه مميزات انا بحيي عليها. وباكد برضو ان في حاجه في قطاع الناشئين بدات تعجبني في الفتره الاخيره، الاهتمام بالجانب البدني. يعني انا بشوف ان مثلا حسام عبد المجيد حتى لو انت هتتكلم شويه حاجات فنيه عنده، لكن مقاوماته البدنيه بطوله ده دي ميزه. احمد مجدي بياكد نفس الكلام، الولد بدنيا حتى في اللقطات هتظهر عنده بدنيا كانه لعيب فيرست تيم، رغم ان هو مواليد 2005، لا بدنيا كويس، جسمه كويس. الحته الثانيه اللي بيتميز فيها مجدي بقى العقل يا كابتن محمد، عنده عقل واتزان في طلوع الكوره من رجله بشكل كويس جدا، ودي انا بحييه عليها جدا. وبحيي برضو قطاع الناشئين في الزمالك انه بيخرج لعيب راسي وهادي. اصل انت احيانا الناشئ دايما بيبقى مندفع شويه مش عارف، لا هو عنده راسي وهادي. انا يمكن مش جايب لقطات، اصل برضو هو مساك مش هنجيب له لقطات جامده قوي، بس في لقطات هتاكد العنصرين اللي بتكلم فيهم دول. الاول نشوف ارقامه في الباصات هتاكد النقطه دي. ارقام الباصات يا كابتن، في 34 باص لعب 33 باص منهم بشكل سليم، يعني هو اخطأ في باص واحد بس ولعب لونج باص واحد سليم برضه. طبعا الارقام بتاعه الكروسز، هو الراجل ما لعبش اي عرضيه، استلامه للكوره كان 25 كوره بشكل صحيح. انا بحيي فكره ان انت تلعب شورت باص، احيانا بتبقى مفهومه من المدافع ان انت تلعب الشورت باص بشكل سليم لان انت بتلعب للي جنبك.